مشاهدينا، كما تحدثت سارة، موضوعنا هو عمليات التجميل وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي عليها. هو موضوع شائع وبيثير الكثير من النقاشات. للحديث حول الموضوع ينضم إلينا دكتور بشار ندي، اختصاصي جراحة التجميل في مركز إليت الطبي. دكتور بشار، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. ودكتور، يعني هالموضوع كتير مهم صراحة، وبتنا نراه بشكل أكبر بالآونة الأخيرة. في علاقة وطيدة بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين طلب عمليات التجميل من الأطباء؟ طبعا هلا وسائل التواصل الاجتماعي يعني صار بتشكل جزء كبير من حياتنا اليومية، وبالتالي انعكست على قطاع التجميل أو الموضوع التجميل مثل أي قطاع بالحياة، يعني أو أحد نواحي الحياة. صار في عنا وسائل التواصل الاجتماعي عم تقدم عنا صور كتير، مشاهد كتير. الإنسان دائما عم يوقع بمجال المقارنة ما بين الجمال المثالي الواقعي وما بين حالته الشخصية، وبالتالي أنه وسائل التواصل الاجتماعي عم تخلي أحيانا المرضى أو الأشخاص بشكل عام، لأنه هني ما اسمين مرضى، يقعوا تحت تأثير ضغط نفسي بالمقارنة. تطور وسائل التواصل الاجتماعي عم يصير الشخص عم يقارن حاله بالأشخاص الممثلين الفنانين، كل الأمور هاي عم تلعب دور، وبالتالي عم يقع تحت تأثير وضغط نفسي. نعم. وبالتالي كمان عم توجهنا باتجاهات تانية اللي هي عبارة عن الجمال المثالي أو اللي هو أحيانا لا يتناسب مع الجمال الواقعي اللي بيناسب كل شخص، وبالتالي كل هذا عم يعطي أحيانا ضغط نفسي للمريض، بتخليه أنه بيتوجه لعيادات التجميل على أساس أنه متوقع هو يغير بحالته أو صورته الشخصية املا بتحسين الوضع النفسي تبعه. نعم. اللي هو صار تحت تاثير هذا الضغط، وبالتالي انه هو املا بتحسين الوضع النفسي تبعه بيروح باتجاه عمليات التجميل. طبعا هون بيجي دكتور التجميل او الاخصائيين بشكل عام لازم يلعبوا دور ارشادي توعوي بهذا الموضوع. نعم. يعني رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، خاصه هذا الموضوع، يعني هذا الجزء الارشادي والتوعوي والمهم جدا، واللي يمكن مش لازم بس طبيب التجميل هو فقط اللي يقوم فيه، اصلا يجب انه يكون هناك اختصاصي نفسي. ولكن يعني من خبرتك بهذا الموضوع ومن اللي بتستقبله يعني من الحالات، بتشعر انه في صوره نمطيه، في معايير جماليه معينه تطلب منك لانها مشاهده بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا هذا الموضوع كثير هلا بالوقت الحالي عم نشوفه، مثل ما حكينا سابقا انه المريضه عم تشوف او الزبونه عم تشوف صوره الفنانين الممثلين، احيانا بتطلع ترند، احيانا بتطلع موضه بالتجميل. نعم. صارت المريضه عم تشوف الموضوع هذا كانه هي عم تشتري شنطة أو بوت، أو لذلك أنه هذا الموضوع كثير عم يلعب دور أحيانا عم يعكس بشكل سلبي على المريض. دائما قطاع التجميل هو قطاع طبي بالنهاية، المريض لازم يتعامل معه من الناحية هي، مو أنه هو رايح يعني يشتري شيء ويرجع على البيت، لا، لازم يتعامل معه من الناحية الطبية. دائما في عنا نحن كأطباء نقعد مع المريض نعطيه استشارة صح، تكون المعلومات واضحة وصريحة بالنسبة للمريض. المريض لازم يكون عنده التفكير النقدي بحيث انه هو بيتقبل هذا الشيء، يحلله، يعني يخضع لعدة مراحل بتفكيره، يشوف الشيء اللي بيناسبه هو، ما يروح مع الترند او مع الموضة، لانه هاي الموضة ممكن ما تناسبه هو كشخص. نعم. ولكن هالترند وهالموضة كمان الأطباء هني عم بيشاركوا فيها بجزء يعني طبعاً كتير كبير طبعاً. صراحة خاصة بعض الفيديوهات اللي عم نشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي، يا بنات عملت عملية تجميل معينة وهي الطبيب معي وكانت عملية ناجحة بنصحكم. هل هذا الشيء أصلا مقبول يعني حتى بمعايير الطب ومعايير حتى التعاملات الإنسانية؟ هلا هون في شغلي أنه نحن في شيء اسمه الدعاية. انتوا هون مثلا كتلفزيون ممكن تعتمدي موضوع الدعايه، وزاره الصحه اذا بدها توصل معلومه لازم تعتمد الدعايه، الاطباء كمان حق يعملوا الدعايه. نعم. ولكن هي الدعايه لازم تكون مدروسه. بالنسبه للطبيب لازم يقدم محتوى جيد وصادق وحقيقي، وبالنسبه للمتلقي اللي هو المواطن او الزبون او المريضه لازم يكون عندها مثل ما حكينا التفكير، هل هذا المحتوى اللي عم يتقدم هو صح؟ باخذ الشيء اللي بيناسبني انا، مو باخذ الشيء بانه الترند او الموضه، لانه هي ممكن ما تناسبني. يعني احيانا بتجينا لعنا مريضه انه مثلا معها صوره، دكتور بدي مثل هي، ما بيمشي الحال. هلا في اطباء ممكن يستغل هذا الجانب بشكل سلبي ويقول له ايه 1 2 3 وبنعمل هيك، بس ممكن ما يوصل لهي النتيجه، ممكن يوصل احيانا لنتيجه عكسيه او سلبيه، واحيانا غير عكوسه، المريضه بتكون دفعت ثمن كبير لهذا الموضوع. لذلك هون بيجي دور الطبيب انه هو يكون
دور إرشادي نفسي يلعب دور كبير بفهم شو الدافع عند المريض اللي هو دفعه باتجاه هذا الإجراء التجميلي، وخصوصا اللي بيكونوا جايين تحت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، هذا بيلعب دور كبير، انه الطبيب لازم يكون ذو مصداقية. والمريض هون يعني دائما احيانا بنحمله جزء من المسؤولية، انه انت لازم تكون عندك الثقافة الكافية مين تختار كطبيب. بدك تختار الطبيب اللي عنده خبرة، اللي عنده شهادات. كل هذا بيلعب دور كبير انك انت تحصل على النتيجة التجميلية الصح بالنهاية، اللي هي بتناسب جسمك او شخصك او جمالك الطبيعي. لانه دائما في شيء اسمه تنوع بالجمال، مو كل العالم لازم تشبه بعض. صحيح، دائما لازم يكون عندنا تنوع بالجمال، احترام لذاتنا، احترام لشكلنا، لانه هذا كثير بيلعب دور بتعزيز الثقه بالنفس. نعم، طبعا هذا بيتطلب يكون وضوح كثير كبير اصلا من طبعاً. الطبيب يعني شو الاجراء اللي يعني راح يعمله بتفاصيله وتفاصيل النتيجه، صح؟ طبعا طبعا. كيف بيتقبل النتيجه؟ يعني على سبيل المثال خلينا هيك نبدا خطوه خطوه. اتت لعندك سيده وقالت لك انه انا احتاج لعمليه تجميل للانف على سبيل المثال، وهي العملية أنا بدي إياها بتفاصيل معينة، شو دورك هون دكتور؟ طبعا أنا لازم أدرس شكل المريضة بالدرجة الأولى، شكل الأنف، علاقته مع الوجه بشكل عام. طبعا ما فيني أخذ والله إذا هي جاي بصورة معها بدها مثل الصورة أو بدها مثل هذا الشكل، هذا الموضوع أنا بدي أخذه بعين الاعتبار إذا كان بيناسبها هي. أما أنه مريضة مثلا جاي بأنف كتير صغير، هي وشها واضح وشها واضح المعالم، عيونها كبار، تعابير الوش كلها واضحه بالنسبه للشفايف للخدود، بالنسبه لهيك مريضه ما بيلبق لها انف صغير. لذلك انا لازم يكون هون عندي انا دور اني انا وعيه للمريضه انه انت اللي بيناسبك هو هيك مو هيك. نحن دائما ما فينا نمشي مع المريض 100%. ليش؟ لانه المريض ما عنده الثقافه الكافيه هو شو ممكن يصير بعدين. نعم، مثل ما حكينا هلا انه هي احيانا المريضه بتفكر حالها رايحه تشتري شنطة وترجع. لا، بالنهاية الموضوع أو قطاع التجميل هو قطاع طبي. من الناحية الشكلية بدي أتعامل مع المريضة وأشرح لها بشكل واضح ومفصل عن هذا الموضوع، وأنت الأنسب إليك هو هيك لأنه أنا بالنهاية ممكن يكون عندي خبرة أكثر منها. ثاني شيء بدي وعية لما بعد العمل الجراحي، لأنه بالنهاية أنت العمل الجراحي هذا في مخاطر، في سايد إفكت، كل الأمور هي المريض لازم يكون بالصورة تبعها. لأنه المريض مثل ما حكينا هذا جزء طبي علاجي. المرضى عم ينسوا هذا الشيء، عم يفكروا انه كثير بسيط وسهل. لا، المريض لازم يكون عنده الثقافه الكافيه انه هذا قطاع صحي طبي. يعني انت بعد العمليه انت مريضه. نعم. عندك جرح، عندك مشاكل، بدنا نتابع مع بعض سوا حتى نوصل لنتائج مرضيه. كل الامور هي لازم يكون يتم شرحها من قبل الطبيب قبل العمل الجراحي. قبل العمل طبعاً. الجراحي، حتى رغم الضغوطات اللي ايضا توضع على اهل الاشخاص من وسائل التواصل الاجتماعي. من واجبنا نحن نكون واضحين جدا مع المريض قبل العمل الجراحي. طيب، وسائل التواصل الاجتماعي بتعتقد هي سهلت يعني معرفة العالم بتفاصيل العملية أو صعبتها؟ صارت تزيد من توقعاتهم بأشياء معينة أو خفضت التوقعات؟ للأسف أنه هي عم تزيد التوقعات، لأنه دائما الشخص أو المريض عم يلحق المعايير الجمال المثالية والفلتر. والفلتر طبعا. نعم. إيه؟ يعني هلا بحكي لك حادثة مثلا، أحيانا ممكن نسوي تجميل أنف لمريضة مثلا بعد 4 أو 5 أشهر تجينا مراجعة أنه دكتور أنا بالفلتر عم تطلع عندي هاي الجهة أعلى من هاي الجهة. طيب منطلع فيها نحن بشكل فيس تو فيس، منطلع جانبي، منطلع جانبي، ما في عندها أي مشكلة أبدا. طيب أشري اللي بإصبعتك وين أنت عم تشوفي مثلا هاي الجهة أعلى من هاي الجهة؟ لا أنا دكتور مو بالواقع بس أنا على الفلتر. طيب أنا شو بدي من الفلتر؟ ما بيصير هذا الحكي، لازم يكون عندنا جمال واقعي طبيعي. هذا كله بيلعب دور كبير. يعني دائما الفلتر عم يأمل المريضة بمقاييس جمال مثالية جدا. نعم. لأنه عم يصير في لعب على الصورة. تيجي المريضة جاي بصورة الفلتر تبعها بدها توصل لهي النتيجة. هذا الشيء ما بيصير. نعم. لأنه هي عم تزيد توقعاتها كثير. هون بيجي دور الطبيب المنطقي. أحيانا في ناس أو أطباء بيستغلوا هذا الموضوع أنه نحن إيه ممكن نوصلك لهون. مثل ما حكينا سابقا ممكن يوصل لنتيجة عكسية. نعم. بيجي دور الطبيب إذا هو منطقي واقعي بيشرح للمريضة بشكل مفصل أنه أنت فينا نشتغل 1 2 3 وهذا بيوصلك لهي النتيجة اللي هي ممكن تكون قريبة على الصورة أو لا، ممكن تكون قريبة 50-60% وأكثر من هيك. بنصف دقيقة، شو بتنصح كل سيد اليوم أو رجل عم بيسمعنا على موضوع أي إجراء تجميلي عم بينوى أنه يعمله؟ دائما نحن إذا بدنا ننصح المرضى كوني واقعية، كوني منطقية.
تخلي ثقتك بنفسك عالية. بالنسبة للاتجاهات أو المواضيع التجميلية، شوف اللي بيناسبك أنت مو الترند، لأنه هذا الترند أو الموضة هو ممكن ينتهي بعد شهر أو شهرين. أنت شوف اللي بيناسبك أنت كشخص. دائما حاولي تحصلي على الخدمة الطبية الجيدة عن طريق اختيارك لطبيب جيد عنده الخبرة الكافية. نعم دكتور بشار ندى، اختصاصي جراحة التجميل بمركز إليت الطبي، بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هالمعلومات القيمة. شكرا كثير لكم.